سلام، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا لاباس ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نصايب صينيه خشبيه باستعمال 6 ديال القطع الخشبيه اللي الطول ديالها 45 سنتيمتر والعرض ديالها 4.5 سنتيمتر، وجوج ديال القطع الخشبيه اللي الطول ديالها 30 سنتيمتر والعرض ديالها 4.5 سنتيمتر. كنستعمل الكولا ديال الخشب باش غادي نلصق القطع الخشبيه مع بعضها.
هنا كندير ثقوب صغيره اللي غادي يدخل فيها فقط الراس ديال الفيس او ليفيس اللي استعملتهم في تثبيت اليدين ديال الصينيه.
هنا كنوجد الطبقة الأولى ديال الفيرني اللي غادي نصبغ بها، وغادي ندير اون ديلوشن ديال 10% أو لا غادي نقوم بتخفيف هاد الفيرني بنسبة 10%. يعني غادي ناخد واحد الإناء اللي هو غادي يكون المعيار ديالي، وغادي ناخد به مرة واحدة الفيرني وتسع مرات الوايت سبيريت. من بعد ما صبغتها بالطبقة الأولى كنخلي الصينية ديالي ليلة كاملة باش هذاك الخشب يتشرب مزيان هذاك المحلول اللي درت له. الطبقة الثانية اللي غادي نصبغ بها هي غادي نستعمل فيها الفيرني بدون تخفيف. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش كيما ديما اشتركوا في القناة، ديروا لايك وخليوا لي تعليق، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.